ايه هو بلوكتشين, what is blockchain, why we should learn about, know about, adopt blockchain, والهاو الاخيره اللي هو ازاي اقدر استارت. طيب فالهيستوري خلينا كده 5 minutes نتكلم عن اللي حصل اخر 15 سنه. كلنا بتهيالي نسمع عن ساتوشي ناكاموتو. ساتوشي ناكاموتو I'm the real ساتوشي ناكاموتو. ساتوشي ناكاموتو is nobody knows who is the real ساتوشي ناكاموتو, بس ساتوشي ناكاموتو known as the author of Bitcoin. Started في 2008 he published a white paper على bitcoin.org بتكلم عن بيتكوين, الكاش كورنسي, كريبتو كورنسي اللي اسمها بيتكوين. كتب تفاصيل في وايت بيبر تكنيكال ازاي يقدر, ازاي الناس تقدر تفهم حتى تكنيكال اول امبلمنتيشن ظهر للبلوك تشين. اتس ان انوفيشن, هو صحيح انوفيشن بس مش فروم سكراتش. هو الحقيقه انه الكلام ده ابتدى سنين بدري في 1991 كابل اوف ريسيرشرز كانوا اشتغلوا على ريسيرش بيبر بتتكلم في نفس الكونسبت, بتتكلم عن بلوك تشين. هو ما كانش اسمه فقتها بلوك تشين, بس كان الغرض منها بزنس وايز انه يعملوا تايم ستامبنج للديجيتال دوكيومنتس. ساتوشي سواء مين هو مش مهم, هو تيم ولا واحد ولا واحد ولا واحده مش هيفرق, بس في النهايه ساتوشي اخذ التكنولوجي دي ادوبتد واد عليها الفليفرز بتاعه البلوك تشين والكريبتو كرنسي والميكانيزمز اللي هنجيب سيرتها قدام, وابتدى يعمل البيتكوين. فده كان اول امبلمنتيشن 2008 وستارتد اندستري جديده, ريفولوشن في التكنولوجي اللي اسمها بلوك تشين, اللي البيزنس والاكاديميك ماركت ابتدى يستخدمها. لحد ما ابتدينا في 2014 نسمع عن ام اي تي مثلا بتعمل بيتكوين كلوب عشان يادوبت التكنولوجي, عشان يادوبت الانوفيشن اللي بيحصل ويكيب نفسه اب تو ديت مع التكنولوجي ويعلمها للناس. ابتدينا نسمع عن ريسيرش بيبرز تطلع من الاكاديميك ماركت اللي برضو بتتكلم عن بلوك تشين من برسبكتيف مختلف, من برسبكتيف بيزنس مش من برسبكتيف الماركت اللي بيتكلم في كريبتو كرنسي واللي لسه لحد النهارده الليجل. يعني ازاي ان ادوبت تكنولوجي زي دي ونميك ات ليجل ونميك ات يوزفل انها تستخدم في الاندستريز المختلفه. ف 2014 2015 ابتدت الريفولوشن يبقى لها شكل مور ماتيور. نسمع عن بلاتفورمز جاهزه للبيزنس عشان تادرس الفيتشرز وتادوبت التكنولوجي وتبروبوز سوليوشنز ليها, سواء سوليوشنز جاهزه او كستمايزد او تمكن الناس تينيبل الستارت ابس ان هم يستخدموا التكنولوجيز دي. ابتدينا نسمع عن شركه زي اي بي ام تديكيت انوفيشن سنتر للبلوك تشين وتطلع بحاجه زي الهايبر ليدجر مثلا. ابتدينا نسمع عن ايثيريوم بلاتفورم للبرميشن ليس بلوك تشين. ابتدينا نسمع عن كوردا سبيسيفيكلي للبانكينج اندستري. كل الكلام ده حصل في اخر كام سنه. ده الصوره الكبيره, ده البلوك تشين ان جنرال اللي حصل من سنين واللي حصل النهارده. فخلينا نعرف بقى ايه هو البلوك تشين ده. فمين اللي هنتكلم على الثلاث اسئله دول؟ طيب ببساطه جدا انا هتكلم الديفينيشن بتاع البلوك تشين على تو برسبكتيف. البرسبكتيف الاول الابستراكت ايديا, ايه الفكره, وبعدين من وجهه نظر بيزنس هنتكلم في مور ديتيلز. فديستريبيوتد ليدجر, يعني ايه ديستريبيوتد ليدجر؟ ليدجر تكت اسمبل از انها داتابيس فور ناو. ليدجر شايل كل مكان بنستور فيه كل الترانزاكشنز او الكونتراكتس اللي بتحصل على النتورك, وكونها ديستريبيوتد معناه ان في نتورك, فانا بيزد على بير تو بير نتورك. فالكونسبت الاول ديستريبيوتد وليدجر, ففي نتورك واللي هي بير تو بير, كونسبت قديم مش اخترعه ساتوشي ولا حاجه. وكذلك كون الديستريبيوتد نتوركس دي بتتعامل مع حاجه اسمها ليدجر, هنجيب تفاصيل عنه اكتر قدام, بس في النهايه احنا عايزين نعرف ان هو ببساطه ان هو ديستريبيوتد ليدجر. الناس اللي موجوده في النتورك شايفه نفس الليدجر بما انه ديستريبيوتد, ففي كوبي عند كل واحد في النتورك, كل نود في النتورك عندها نفس ذا سيم اكزاكت ليدجر. ذا سيم اكزاكت ليدجر معناها ان اي تراست, او كل نود في الـ في الـ في النتورك بتراست 100% ان ذيس از ذا سيم اكزاكت ليدجر, وده الميكانيزم اللي جاي من بلوك تشين عشان يجارانتي النقطه دي. كل نزوم ان شويه ونشوف كل بلوك, ايتش بلوك في داتا شكلها عامل ازاي. البلوك نفسه شايل داتا وشايل هاشنج للداتا وشايل ريفرنس للبريفيوس بلوك.
الداتا. خلينا ناخد البيتكوين از ان اكزامبل، كلنا نعرف بيتكوين. بيتكوين معناه ان انا بنقل فلوس مني ليك باماونت قد ايه، فدي شكل الداتا. الهاشنج ده هاشنج الجوريثم، ثينك اباوت ات از اف ان هو ماثيماتيكال ايكويشن ايرفيرسيبل، تاخد انبوت وبتخرج اوتبوت وبيطلع في النهايه انكريبتد. هو في النهايه ده اللي جوه البيتكوين شو 265 او 256 doesn't matter. ثينك اباوت ات از ا ماثيماتيكال، ثينك اباوت ات ان هو فينجر برينت بيجارانتي ان الداتا دي will not verifiable will not never change. طب what will happen if somebody play with it, it will reflect on the hash, the hash itself will be reflected, will it change. طيب فالحاجة الثالثة اللي موجودة في نفس البلوك الريفرنس اللي موجود للبريفيوس بلوك، وده اللي بيكرييت التشين، ده اللي بيكرييت ان كل بلوك شايف اللي قبليه. فلما بتوصل للليفل ان ليتس اسيوم ان ده البلوك تشين، هما ثلاثة بلوكس بس، اول واحد ده الجينيسيس بلوك مفيش مشاور على حاجة، واللي بعديه بيشاور عليه واللي بعديه بيشاور عليه، فده بيكرييت نوع من التراست. ليه؟ لان وات اف ان somebody plays او في malicious code في البلوك ده. لو حصل ان في malicious code وفي حد لعب في الداتا دي، معناها ان الهاشنج هيتغير، معناها ان البلوك اللي قبليه هو كمان impacted، معناها ان السيريز اللي جايه كلها مضروبه. طيب وات اف ان malicious code ده عايز يمنتين الدنيا verifiable، he has to change كل البلوكس اللي جايه until the end. ده واحد من اللي بيخلي صعوبة أو بيميتيجيت الريسك في فكرة إن أنا أقدر أحط vulnerable code في البلوك تشين. مش ده بس، ده واحد يعني what if بقى إن أنا سوبر باور كومبيوت وأقدر أعمل كده في كل البلوكس اللي موجودة، كده أنا ضربت الهاشنج الجوريثم أو ضربت البلوك تشين تراست. لكن في ميكانيزم تاني اسمه بروف اوف ورك، كان شغال سبيسيفيكلي مع بروف مع بيتكوين، هنجيب سيرته قدام. خلينا ناخد الديفينيشن ببساطه ان هو بلوك تشين زي ما قلنا، ودلوقتي نادرست من البرسبكتيف بتاع البيزنس عشان نشوفه النهارده. واحنا اي ستارت اب عايزه ادوبت بلوك تشين وي نيد تو اندرستاند البرسبكتيف ده. فور بيلرز وي نيد تو اندرستاند عشان اتشيف بلوك تشين سولوشن. اول بيلر ان هو شيرد ليدجر زي ما وضحنا، تاني بيلر الكونسنسس، ثالث بيلر ان السمارت كونتراكت وفكره السمارت كونتراكت يعني ايه، والبرايفسي. واحده واحده كده، احنا بنتكلم على نتورك بير تو بير، بس هنا اسمها بزنس نتورك. بزنس نتورك دي يعني ايه؟ يعني النودز اللي فيها ممكن تبقى كونسيومرز، ممكن تبقى بارتنرز، ممكن تبقى بنك، ممكن تبقى اوديتور، هو ايفر. ده شكل البلايرز، ممكن يبقى مكانها اني وير. في حاله البزنس الدنيا مختلفه عن الشغل في الاندر جراوند، انه الناس مش محتاجه تبقى انونيمس طول الوقت. بالعكس، ده في البيزنس احنا بنوثنتيكيت الناس، فاحنا عارفين مين اللي داخل. فالفكر نفسه في ان انا العب انونيمسلي ما بقاش هو الفيرست بريورتي. بس خلينا ناخدها برضو ستيب باي ستيب ونتكلم تاني عن الليدجر، ونقول ان الليدجر ده نوعين. الليدجر اللي زي اللي شفناه في بيتكوين اللي هو بيرميشن ليست، بمعنى ان اي حد يقدر يجوين النتورك واي حد يقدر يلعب مع يأد بلوك ويبلاي وذ ات. النوع الثاني اللي هو البيرميشن، والبيرميشن ده الفوكس بتاعنا النهارده، اللي هو احنا عارفين مين اللي داخل، مين اللي اوثنتيكيتد، وفي نفس الوقت نقدر نقول لك مين يشوف ايه. فالبرسبكتيف بتاع البيزنس البلوك تشين مختلف a little bit عن البيتكوين. احنا قلنا من شويه ان هي بير تو بير نتورك. طيب يعني ايه بير تو بير نتورك؟ يعني مفيش مان ان ذا ميدل، يعني الدنيا مش سنترلايزد. ده شكل الدنيا لو هي سنترلايزد، شكل الدنيا لو دي سنترلايزد او بير تو بير، انه مفيش مان ان ذا ميدل، مفيش حد مسؤول، مفيش باي بال هو اللي بياخد مني فلوس وبعدين يديها لك. مش بنتكلم عن باي بال سوليوشن، بنتكلم على دي سنترلايزد سوليوشن. ده شكل النتورك. النودز نفسها اللي موجوده في النتورك يا اما انونيمس يا اما مش انونيمس. في الحالتين اليوزرز بيتكلموا مع بعض من خلال التوبولوجي بتاعت النتورك، وكل الناس بتكلم كل الناس. تمام؟ فانا مين اللي بيجارانتي نو مان ان ذا ميدل اني مور؟ اللي بيجارانتي هو الميكانيزم اللي الالجوريثم اللي ابلايد زي بروف فورك وزي وزي، هو ده اللي بيابلاي، هو ده اللي بيجارانتي التراست، هو ده اللي بيفيريفاي كل ترانزاكشن بتحصل. الليدجر اميوتابل، بمعنى انه ما اقدرش اغير فيه،
no update statement will happen. ما فيش حد هيقدر يعمل update statement ولا delete. Immutable معناه ان انا append only. انا اقدر add block جديد. Add block جديد الناس تـ verify. لكن ما فيش delete. فبالتالي I trust 100% من لو في audit بيحصل انا شايف لغاية الـ origin. انا شايف من الـ latest block للـ first block. You can translated بقى البيزنس كيسز دلوقتي اللي هو وات اف ان انا عايز كبزنس وايز اعمل يوز كيس زي البرودكت ريكول. انا نزلت برودكت في السوق والبرودكت ده عدى على تشين من الاندستريز. لو حد يعني مثلا في قطع غيار العربيات, العربيه طلعت قطع غيار بتاعتها من المصنع اللي في اليابان عدت على 3 4 ستيشنز لغايه ما وصلت للاند يوزر, وانا بعمل ريكول عشان طلع فيه مشكله. العيب ده او المشكله ده او التريل ده او ان انا اعمل تريسنج للبرودكت هيبقى اسهل ما يمكن في البلوك تشين, يعني اي نو 100% شور هو راح فين وجه منين. تمام, بالتالي نشم شويه ناحيه البينفيت اللي جايه منها. فده شكل النتورك, ده شكل الليدجر. فالليدجر از ذا كي. الليدجر في البلوك تشين از ذا كي. خلينا نايدنتيفاي ما بين حاجتين. اي بلوك بيحصل او اي ترانزاكشن بتحصل تترمي, انا بنقل فلوس لحضرتك فده سموثلي اذا ترانزاكشن, فبتترمي في الليدجر اميوتابل زي ما احنا قاعدين بنتكلم. زي ما احنا في نوع تاني, وات اف ات از مور كومبلكس ترانزاكشن, سيت اوف ترانزاكشنز. في اف ستيتمنت, انا اي ويل ترانسفير ماي كار تو يو ان كيس يو جيف مي سم موني, سبيسيفيك اماونت اوف موني. ده الاف ستيتمنت. في الحاله دي انا kind of build the contract بيننا وبين بعض. اي اتنين في النتورك they can build the contract. ده اللي بنسميه الكونسبت التاني بقى اللي بنسميه smart contract. ازاي اعمل smart contract؟ وsmart contract ده الفيتشر التانية الاهم اللي موجودة في بلوك تشين. وازاي verify smart contract دي؟ انا بيني وبينك contract اتفقنا ان انا ابعت لك وترانسفير ليا asset وانا ادي لك مقابلها asset تانية. كل اللي في كل النودز اللي موجوده في النتورك they will verify a transaction ده. They will know about it. Their own ledger will be updated with what happened. تمام؟ طيب ازاي ابني السمارت كونتراكت؟ السمارت كونتراكت ده اللي بيحتاج somehow بيحتاج developing skills, بيحتاج افهم البلاتفورم مكتوب بايه, وده اللي هنعرفه في الاخر خالص واحنا بنتكلم على الهاو. الكونسبت التالت اللي بيفيريفاي السمارت كونتراكت ده هو الميكانيزم اللي انا بجيب سيرته, هو بروف اوف ورك اللي احنا قلنا عليه في الاول في حاله البيتكوين. الكونسبت ده هو الكور بتاع البلوك تشين, هو اللي بيفيريفاي كل ترانزاكشن او كل سمارت كونتراكت حصل. ده this is the heart, this is the engine. الميكانيزم او الالجوريثم ده نوعين, نوع زي اكشلي بلاش نقولها نوعين, هو الجوريثمز كتيره جدا. اللي ابتدى بيه ساتوشي ناكاموتو في 2008 كان هو بروف اوف ورك, وكان بيستخدمه استخدامين. الكونسنسس, كونسنسس يعني اجماع, يعني انا كل اللي في النتورك بيابروف الترانزاكشن اللي حصلت دي. وكان بيستخدمه استخدام تاني عشان يسلو داون البروسيس, عشان يحط ليميت للكرييشن والمايننج بتاع البيتكوين. عشان كل واحد النهارده الماينرز اللي بيعملوا مايننج عشان يكسبوا او ياخدوا ريوردنج بيتكوينز they are suffering so much. اكتر من 5 سنين فاتوا, اكتر من 10 سنين فاتوا, اكتر مش من 10 سنين, من 2008 اول ما ابتدى. ليه؟ لانه كل ما بيعدي وقت كل ما بيحتاج كومبيوتنج باور اكتر. دي طريقه شغل بروف اوف ورك. فبالتالي بروف اوف ورك كويس جدا 100% ترو في حاله البيرميشنليس. بس لو احنا بنتكلم بزنس هل هو انسب حل؟ لا, اي داوت. في بقى كلام تاني, في ريسيرش الجوريثمز طلعت اكاديميكلي, طلعت من ماركت بتاع الاندستريز. في بلاتفورم زي مثلا هايبر ليدجر الديفولت بتاعه البراكتيكال بيزنتاين فولت توليرنس. في بروف اوف ستيك, بروف اوف ستيك بيكومبيت مع بروف اوف فورك, وتلاقي النهارده في مليون ارتكل بتتكلم على مين احسن, مين يفيد فين. بنتكلم على مالتي سيجنتشر اللي واحد برضو من الحاجات الفيري بوبولار الجوريثمز اللي بيقول لا انا مش مانداتري, it's not mandatory. يبقى كل الناس اللي في النودز تفيريفاي وتقول اوكي, لا ممكن جزء منهم اللي يقول وجزء لا, ونحدد ونقعد نشتغل على الالجوريثم ده.
فخلوا لكم تاني ليه احنا بنعمل كده وليه الكلام ده؟ لانه في كونسبت جديد يعني ظهر في 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 شغل البيزنس، وهو ان انا عارف الناس اوريدي، ان الناس دي اوثنتيكيتد. انا بشتغل مع بنوك واوديترز وشركات اوريدي ويل نون وديفايند وكل حاجه، فانا بالتالي ما عنديش القلق من فكره ان ده انونيمس وان انا كيب هيم انونيمس. لا، انا عارفه اوريدي، فبالتالي ممكن افكر بشكل مختلف. ذاتس واي ان في مالتيبل الجوريزمز بتادرس الفكره بتاعه الكونسنسس. فتاني سامي توب، احنا بنتكلم على فور بيلرز، اتكلمنا على ثلاثه، ان احنا شيرد ليدجر وجبنا سيرته يعني ايه، والنتورك يعني ايه، وتاني حاجه الكونسنسس اللي احنا قلنا عليها، والسمارت كونتراكت. فاضل بما اننا برضو اوثنتيكيتد، ان انا ابقى متاكد ان الداتا بتاعتي ليها برايفسي معينه، مش اي حد في النتورك. دي حته زياده ما كانتش موجوده زمان عند ساتوشي، انه يقدر يشوف كل الليدجر. لا، انا هشوف جزء من الليدجر، لان في بيرميشنز، لان انا اليجيبل ان انا اشوف الجزء ده بس، لكن البارت الثاني مش هيقدر يشوفها. لو في اوديتر مثلا موجود في النتورك هيشوف، المفروض يشوف كل حاجه، لكن في باير مش طبيعي انه يعرف عن كل الناس اللي اشترت قبل كده، فبيعرف الجزء بتاعه بس. هنا ده الكونسبت الثاني اللي هو البرايفسي. ازاي اعمل بابليك بلوك تشين؟ ازاي اعمل برايفت بلوك تشين؟ ازاي افصل الايدنتيتي عن الترانزاكشن نفسها؟ الترانزاكشن كل الناس شايفينها بس مش عارفين دي بتاعت مين. تمام. فدور الفور بيلرز اللي احنا كبزنس وايز بن ايدنتيفاي عشان نقول كبلوك تشين ذس فاليد فور بزنس. ليه بنقول الكلام ده؟ لانه في سوليوشنز ثانيه ظهرت دلوقتي بتتكلم على انه انا مش محتاج كل ده، فاي هاف تو نو وات از ماي ريكويرمنتس تو نو وات از ذا سوليوشن. فذس از بلوك تشين. في حاجه ثانيه اسمها اميوتابل داتابيز، دي جايه اخده الليدجر اميوتابل وعاملاه از ا سيرفيس. فبالتالي ذس از وات يو نيد اف يو دونت نيد اول ذيس فيتشرز. تمام. وي هاف تو اندرستاند وات اي نيد، وات از ماي بروبلم، اند وات از ذا سوليوشن. خلاصه، ايه البينفيتس اللي البلوك تشين بيحققها هنا؟ ديفينتلي بي ريديوس الكوست، بي سيف تايم. يس. الحاجه الاهم التراست، الحاجه الاهم انه بيميتيجيت الريسك، ان انا اي تراست ان الترانزاكشن دي 100% حصلت، ما فيش داوت اباوت الليدجر ده. الليدجر ده ذا بايبل، يعني اللي هو خلاص انا كل الناس فيريفايد ان الليدجر ده 100% ترو. احنا في البلوك تشين او البلوك تشين بروبلم دايما بنتكلم على يوز كيس واحده بس. اليوز كيس دي ويل سبريدد في كل الاندستريز اولموست، بس هي يوز كيس واحده، وهي الاسيت ترانسفير. يعني احنا قاعدين بنحكي من الاول، بنقول ان في نتورك وفي نودز وفي فيتشرز عشان تابلاي ده وميكانيزمز، بس الهدف ايه او ايه المشكله؟ المشكله اللي احنا بنحل اللي البلوك تشين بيحلها هي اسيت ترانسفير. لو اسيت ترانسفير، تعالى ناخد مثال عربيه بتتنقل من المصنع لغايه الاند يوزر، بتعدي على 6-7 ستيشنز عشان كل واحد عنده هيز اون ليدجر، المصنع عنده هيز اون ليدجر، فبالتالي ده الشكل العام. كل البنك نفسه عنده هيز اون ليدجر، الجمارك عندها اتس اون ليدجر. ف ذس از ذا كيس. و هافينج ايتش نود هاز اتس اون ledger is something very risky, vulnerable, could be attacked. لو نسمع عن 51 attack, 51% attack، في attacks كتيرة ممكن تتاكل المشكلة دي أكتر من لو في solution نفسه بس بالblockchain. بالblockchain كل الناس شايفة نفس الledger، كل الناس مربوطة بnetwork. اللي كان بيحصل في days ومonths هيحصل في seconds، ده كefficiency. الريسك اللي كان موجود زمان is not here anymore. الريسك ده مش موجود اصلا. طيب هو ليه التاني بينفيتس؟ اولموست كده احنا خلاص خلصنا ايه هو بلوك تشين كاوفر فيو. هنتكلم على نقطه ثانيه مهمه برضو، هي ال وات اللي هو ليه شو واي شود اي ادوبت بلوك تشين، ومين اللي احنا بنتكلم على ايه هي اليوز كيسز اللي البلوك تشين بيحلها، ويتش اندستري اي كان ادرس. فالبلوك تشين مش بس عشان ينقل اسيت زي الكاش ولا بس العربيه، لا ده يو كان ثينك اباوت اولموست ان افري اندستري. كان ثينك اباوت سبلاي تشين في البانكينج ريتيل، الليتر اوف كريدت اللي بتحصل، الراوتنج كودز اللي بتتنقل ما بين البنوك وبعضيها، الفود اندستري. عندي اكزامبل هنا جميل جدا ريليتد للفود اندستري.
وبما اننا في UN وبنتكلم على مكافحة البوفرتي فشفنا ان ده the right example to have. يعني الفود تراست ازاي انا امينتين اني فاهم وعارف الفود ده من اول ما طلع من عند الفارمر في المحاصيل الزراعية لحد ما وصل ان هو اتحط على السوبر ماركت, انا عارف هو جه منين وراح فين واقدر اودت واعمل يوز كيس مشهورة قوي زي ما كنت بجيب لكم سيرتها اسمها البرودكت ريكول. البرودكت ريكول شركة زي اي بي ام ابلايد في وولمارت في يونايتد ستيتس, بنتكلم ان احنا حولنا ال من دايز زي ما انت شايف من 6 دايز 18 اورز 26 مينتس ل 2.2 سكندز بعد ما عملنا بايلوت بي ابلاي وميك يوز اوف البلوك تشين. ايه الهدف منه؟ انه يقدر في 2.2 سكندز يعمل برودكت ريكول. وات اف انه المانجا اللي طلعت من عند المحاصيل الزراعيه واللي اتنقلت ما بين 16 ايد ووصلت انها محطوطه خلاص على الشلف والناس بدات تستعملها وتاكلها حصل فيها كونتامينيشن, اللي بياكلها بيحصل له مشكله بيجي له مرض معين. البرودكت ريكول هنا عشان كان يحصل زمان كان بياخد تايم, كان بياخد تايم رهيب زي ما انت شايف 6 دايز واكتر, لكن مع بلوك تشين انا اقدر في 2.2 سكندز اعمل برودكت ريكول للبرودكت كله, اوقف النزيف بتاع الناس اللي بيحصل لها كونتامينيشن. ده واحده من اليوز كيس. البرودكت ليبلنج طبعا. طبعا وانا ممكن يبقى ابليكابل لو انا عندي البرودكت من الاول بقليب ولو باركود واقدر اعمل له تشيك. ده ديفينتلي لا هو ده جيفن انه في برودكت وفي احنا عملناها في وولمارت ما عملناهاش في مصر. اوكي تمام. لا 100% اللي حضرتك قلته مظبوط. انا محتاجه اندستري نسبه معينه. ده في اليوز كيس بتاعت الفود اندستري انا معاك فيه, لكن في كيسز ثانيه لا احنا 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 اشتغلنا مع المتحف المصري في ان احنا بننقل الاثار من المتحف ده للمتحف ده بالبلوك تشين. الايه الاكواد موجوده اوريدي الباركود. البرودكت ليبلنج ده يوز كيس ثانيه برضو لما بن ابلاي عليها البلوك تشين بتبقى مور افيشنت ومور تراستد. البرودكت ليبلنج موجود وبيتحصل له انهانسمنت لما عملنا ابلاي عليه البلوك تشين. يعني الهدف من البلوك تشين نرجع تاني للوات عشان كده قعدت شويه وقت طويل في وات. بلوك تشين الهدف الرئيسي منه ان اي تراست الترانزاكشن اللي حصلت. سكيورتي كريبتو كرنسي ده الهدف ده اللي اتعمل بيه. فيعني كان اكزامبل ان انا بنقل وبتريد بكريبتو كرنسي ف ذاتس واي اي تراست ان انا اعمل اي ترانزاكشن ثانيه. سبلاي تشين بقى في البنك في ليتر اوف اسرع بس يعني ما بنسمعش عن فايليشنز رهيبه بتحصل في البنوك, لكن لما نستخدم البلوك تشين مش بنقضي عليه, احنا بنميتيجيت الريسك ديفينتلي اكتر وبنسرع الموضوع بيبقى مور افيشنت. بدل ما بياخد ايام وشهور بقى بياخد سكندز. ليه؟ لان كل الناس شايفه نفس الليدجر في نفس الوقت, فلما بحط ترانزاكشن او سمارت كونتراكت الفيريفيكيشن بيحصل في سكندز. كل الناس بتفيريفاي فكل الناس عارفه ان فلان اشترى العربيه من فلان, ان فلان نقل فلوس لفلان. ده الهدف. تمام. طيب يعني انا عارف ان اي اولموست 30 مينتس وي هاف تو ستوب بس ستيل اي هاف 5 مينتس رايت. يا اوكي يا right. I have a lot of use cases to demonstrate, but let's take it very quickly. We are talking about yes, banking route routing codes, banking retail letter of credit, the same concept. Network, ledger, distributed, consensus. We are addressing specific nodes, specific customers. The nodes themselves are well known, identified, authenticated. I know who they are. They know that there is no man in the middle. Who is controlling the network? All of us. All the people, the nodes that are present in the network, blockchain is controlling. There is also a case study, very good, about the vehicle maintenance. How the spare parts of the aircraft. عند كاستمر معين بتتنقل من ستيشن لستيشن لحد ما بتوصل للاند اندستري. شبه شويه البرودكت ريكول اللي انا كنت بتكلم فيه. هاو تو كات ات شورت. احنا قلنا في اول هيستوري في اول سيشن في اول سلايد اسمها هيستوري
اتكلمنا عن انه في implementations كتيره جدا platforms تقدر to make use of it عشان تبتدي تعمل your own blockchain implementation. في من ضمنها مش دول بس, دول الموست بوبولار ايثيريوم وهايبر ليدجر وار 3 كور, ده الثلاثه ابتدوا في 2014 2015, لكن different flavors different interest. اللي بيادرس الكروس بلاتفورم او كروس اندستريز حاجه زي ايثيريوم وحاجه زي هايبر ليدجر, لكن كور ده سبيسيفيكلي الفوكس بتاعه في البانكينج الفاينانشال سيكتور. فانا ليه عامل التابل ده؟ عامله عشان اساعد الناس اللي حابه تبتدي انها تبقى عارفه هي انهي بلاتفورم تحط فيه الايفورت. فبنتكلم على الجوفرنس 2015 الورلد ايكونوميك فورم ابتدت تحط جوفرنس موديل للبلوك تشين ان جنرال. فالجوفرنس هنا او الكوميونيتيز كمان اللي بتقدر تاخد منها وتفهم منها ازاي والهاو تو ان مور ديتيلز, ممكن تحدد انت اتجاهك فين. عايز تروح مع حاجه والنون مثلا زي لينكس فاونديشن ولا كونسورشيوم زي ار 3. في الايثيريوم برضو كوميونتي محترم اللي هو ايثيريوم ديفلوبرز. الليدجر تايب زي ما انا كنت بحكي في الاول, بقول بيرميشند وبيرميشنلس, ده المين فاكتور. انت عايز الناس تدخل انونيمسلي, انت يو ار كرييتنج حاجه شبه الكريبتو كورنسي, عايز اي حد يجوين بابليكلي افيلبل البلوك تشين ولا برايفت, هنا هيحدد. لانك لو هتروح بيرميشنلس قدامك ايثيريوم مثلا, لكن غير كده كبزنس وايز وبتبني بلوك تشين نورمال كيس ستادي زي اللي كنت بجيب سيرتها زي الفود وزي سبلاي تشين, فانت يو هاف تو ادرس وان اوف ذوز هايبر ليدجر او ار 3 كور. اللانجوج نفسها والسكيلز اللي موجوده عندك في الستارت اب ممكن تحدد ده. انت السكيلز اللي عندك كوتلين ولا جو ولا سوليديتي. سوليديتي مثلا اوبجكت اورينتد بروجرامنج شبه الجافا سكريبت, فممكن تبقى اسهل بالنسبه لك. فيتشر حلو قوي في الهايبر ليدجر which is the most popular في الاندستري, الجو او جافا بيتكتب بالتو لانجوجز. الكونسنسس الجوريثم مهم جدا انك يو هاف تو تيك انتو يور كونسيدريشن. ليه؟ هل انت فاميليير واوكي مع حاجه زي بروف فورك, ولا بروف فورك هيخلي الموضوع اصعب شويه, هيخلي هي ميك ات مور كومبلكس كبزنس يوز كيس. فساعتها يو هاف تو ادرس وتستدي البلاج اذا كان البلاتفورم اللي معاك يقدر يادوبت الجوريثم تاني ولا لا زي بروف اوف ستيك. هايبر ليدجر باي ديفولت بيجي معاه اللي هو البيزنتاين فولت توليرنس, بس في نفس الوقت ات از بلاجبل, يعني تقدر تشيله وتجيب واحد تاني, تجيب بروف ستيك مكانه, مالتي سيجنتشر مكانه. كذلك الحال في كوردا بلاجبل من الاول, تقدر تشوف اني الجوريثم هيفيت معاك اكتر. ممكن تو سامري سام ات اب يو نيد تو تيك ات اوكي تو سام ات اب وي ار توكينج اباوت البلوك تشين ان جنرال ديفينيشن وهايبر ليدجر. بنتكلم على ديستريبيوتد نتورك, بنتكلم على الريبليكيشن بيحصل ازاي ما بين النتورك وبعضها. نوت نيسيسري تو توتالي اندرستاند التوبولوجي بتاعت النتورك, لكن وي هاف تو اندرستاند ان في نتورك وي هاف تو استابليش النتورك دي. الالجوريثمز اللي ابلايد في الكونسنسس شكلها عامل ازاي, اني كونسنسس الجوريثم ويل فيت ويز ماي ريكويرمنتس, اتس ا كي. Having a ledger itself distributed و understanding a ledger و concept ده is the key, the number one, انك ممكن تكتفي بيه for example if you don't have too much requirements related to the security. وبكده اقدر اقول انه I'm okay with that. If you do have questions, yeah, please shoot.